وخرج حسن الثاني في واحد الخطاب قال لهم بان محمد أوفقير هو اللي دبر هذا الانقلاب وهو اللي وراه هادشي كامل وراه يعني عدمنا وهادشي اللي كاين، ولكن مرتو كانوا باغيين يعاقبوها هي ولادو لان هما ما داروا والو، ممكن ما داروا والو، ما عندهمش شي دخل تما ولا كذا، يعني ماشي هما اللي شاركوا ولا قتلوا ولا بغاو يقتلوا الملك ولا شي حاجه، ما دارو حتى حاجه. فالملك الحسن الثاني كيقولوا بان الملك الحسن الثاني بغى يعذبهم باش الناس تاخذ العبره، باش اللي بغى يدير انقلاب على الحسن الثاني تفكر تموفات العائله ديال أوفقير وديال الناس اللي شاركوا في الانقلاب، بحال كيما نقولوا كبش فداء، يعني بغى الناس تبقى يعني كيما نقولوا يخليهم عبره باش اللي جاي يدير شي حاجه يتفكر سموق على الناس اخرى ما يديرش. هادشي اللي قالوا عطاوها 3 شهور و10 ايام و14 ايام ديك حق المراه، يعني خاصها بات تجلس ديك المده عاد تزوج ولا بحال عطاو هذاك الحق ديالها ديك 3 شهور و10 ايام. كيف هذيك 3 شهور و10 ايام جاوا 27 بوليسي خلطه بين عسكر وبوليس، 27 واحد جمعوها هي وولادها اللي كانوا عندها جوج ولاد رؤوف وعبد اللطيف، وعندها اربعه البنات اللي هما مالكه وسكينه وماريا وشي وحده ما عقلتش على سميتها، المهم اربعه البنات وجوج دراري. جمعوهم داوهم واحد الخربه في واحد الدار خربه، هي خربه سميتها ديال شي جينيرال كانت تما في القصر، ولكن غير خربه يعني كانت صافي تخربت، كاينه في قصص زاك في الصحراء، داوها لتما قضات اربع سنين ولا خمس سنين، وكانوا بغين يهربوا ملي قضاو ديك الخمس سنين تما ما كانت غير خربه، وكان واخا كان البوليس برا من السور وكذا كانوا يعني عندهم كيفاش يديروا يهربوا، وكانوا باغيين يهربوا يعني ملي قضاو ديك الخمس سنين تما فين بغاو يهربوا، هذيك الوقيته هذاك الشهر اللي بغاو يهربوا فيه نقلوهم هزوهم داوهم واحد المعتقل، واحد المعتقل اللي كيشبه لتاس مامرت، معتقل فيه في السيلونات واحد بحال السيلونات واحد هكا كل سيلون حدا السيلون هذا الطرفاني داروا فيه ولدها الكبير اللي سميتو رؤوف أوفقير، هاد السيلون هذا داروا فيه جوج بناتها، وهاد السيلون هذا داروا فيه جوج من بناتها، وهاد السيلون هذا اللي بقى الرابع داروها فيه هي مرت أوفقير ولدها الصغير اللي سميتو عبد اللطيف كانت في عمره 3 سنين من داوه لديك الخربة. فبقاو هكا هاد المدة 10 سنين وهما كيعطيوهم الماكلة غير باش ما يموتوش، يعني ماشي الماكلة تسمعوا الماكلة يعني الماكلة الخبز والشاي وكدا والمرقة اللحم كدا الدجاج الحوت، لا هادشي ما كاينش، كان كيعطيهم واحد الشويه غير باش ما يموتوش. ففات مده ولقاو راسهم بانهم غادي يخرجوا، بقاو كيديروا يعني بقاو كيرسموا الملك، قالوا حنا غادي نرسموا الملك ونصيفطوها له وربما يخرجوا وكدا، داروا بزاف المحاولات ولكن كلها باءت بالفشل، كلهم كيتسناو يعني العفو يجيهم العفو الملكي ولكن ما جاتهم والو، فقروا انهم يهربوا. كيفاش غادي يديروا يهربوا؟ فات عليهم 10 سنين تما، كيفاش غادي يديروا يهربوا؟ الفكره كانت عند رؤوف أوفقير، قال خصنا نحفروا نفق هاود نعودوه واحد الميطون ولا عاد ونمشيو تحت الارض هكا واحد 10 ميط ولا عاد نوليو نطلعوا، ولكن ما خصوش يحفروا في السيلون ديالو، خصو يحفروا في السيلون ديال خواتاتو اللي حدا السيلون ديال امو، لان تما ما كاينش برج المراقبه فوق هذيك فوق داك السيلون، لان برج المراقبه كاين فوق السيلون ديال امو وكاين فوق السيلون ديالو برج المراقبه، كاين جوج ابراج ديال المراقبه كيراقبوا به السيلونات، يعني إذا حفر تحت السيلون ديالو غادي يتشد. فاسمو دار حفر تحت حفر عند مشى عند خواتاتو حفر تحت السور تحت الحيط وفات عند خواتاتو، وكان كيجمع مع خواتاتو ويحفروا عاود يفوتوا عند خواتاتهم الاخرين، وحفروا واحد الحفره غير صغيره ملي كيفوت عبد اللطيف عندهم خوتهم باش كيتلاقاو بخمسه بهم بسته بهم هما سته كتبقى غير هم اللي بوحدها لهيه. وكيفاش كانوا كيديروا غير دوك الحفرات بلا ما يشوفوهم الحراس، وكيفاش كانوا كيديروا فين كانوا كيديروا داك التراب اللي كانوا كيجمعوا من تما او من داك الحفير اللي كانوا كيحفروا فين كانوا كيديروا التسالو فين كانوا كيديروا، كانت عندهم تما واحد السطيله، واحد السطيله اللي هي عباره عن قوطي ديال الزيتون، شايف القوطي ديال الزيتون هذا كانوا كيعمروا فيه التراب، وكانوا كيعمروا في خشه ديال السيما، شي خناشه ديال السيما كانوا تما مع داك الشيء كانت تبنى بالسيما، داك المعتقلات كانوا تبناو بالسيما، فشيء طبيعي تلقى تما الخناش ديال السيما خاوي تما مليوحين، فكانوا كيعمروا في السطيله وفي ديك الخناشه ديال السيما كانوا كيديروا فيها ويديوه لواحد البلايصه، فين هاد البلايصه؟ واحد السده فوق فوق الراس ديال امهم في السيلون ديال فاطمه أوفقير، تما كانت واحد السده، وكان كان ولدها داك الصغير حيت كان صغير وكذا وكان عظيماتو صغيرين وكذا
هو اللي كان كيدخل تما تحت الاخر ويمشي يدير داك التراب تما. فكانوا كيجمعوا داك التراب ويديروه تما. وملي كيبغيو في اللي ملي بغيو يجيو الحراس وكذا كانوا كي واحد الشكار ديال السيما كانوا كيحطوهم تما باش ما يبانش ديك الحفره ولا ديك الحفار اللي تما. فقروا صافي يتفاهموا باش انهم يحفروا السيلون ديال خواتاتهم تما يحفروا واحد الميطو ونص يحفروا هكا ميطو ونص هاوده. وملي حفروا ميطو ونص هاوده غادي يحفروا واحد 10 متر ولا ماشيه لهاد الجهه هكا حتى يخرجوا من السطح حسب راسهم خرجوا من دوك السيلونات اللي بعد ولا من الصوب عاد يوليو يحفروا ميطو ونص يطلعوا ويخرجوا ويمشيو. فهمتوني دابا؟ ايوا عطيوني وديكم دابا. بقاو كيحفروا باش كانوا كيحفروا بواحد معلقات كانوا كيجيبو لهم باش ياكلوا معلقات كانوا كيشفروه ولكن باش تشفر معلقه راه ما هي ولونها راه لا حس بيك راه لا اله الا الله محمد رسول الله. كانوا كيحفروا بواحد المعلقات ويضلوا يحفروا مساكين بيديهم بالمعلقات وبكذا حفروا شهرين ونص هما كيحفروا باش داروا ديك الحفره هكا ومن داروا ديك الحفره هكا ومشاو حفروا شي 10 متر و يعني ملي كملت ديك الشهرين ونص كانوا صافي باقي لهم نص ميت وخرجوا كانوا مشاو طلعوا واحد الميت ولا يعني بقات لهم نص ميت نص ميت يخرجوا صافي. قالوا ما حنا ماغاديش نخرجوا اليوم ولا غدا ولا غادي نتسناو حتى تجي الشتاء حتى تكون تصب الشتاء. علاش زعما بغاو يتسناو الشتاء؟ قالوا زعما نتسناو الشتاء باش منين نخرجوا برا ونكونوا نتمشاو وكذا الحراس يكون تكون الشتاء ويكون داك الصوت ديال الشتاء ما يسمعوا والو وفي نفس الوقت ما غاديش يخرجوا هما في الشتاء يراقبوا وكذا ويشوفوا. بقاو كيتسناو سيمانه هما كيتسناو الشتاء ما جاتش. ديك السيمانه وخو واحد النهار خو وحده من خواتاته دقات عليه في الحيط تخلع حيد داك الكراتين ديال السيما وكذا ودخل عندها قال لك لاباس سمو سمو كاين نعم ما كيدقوا هما في الحيط حتى كتكون شي حاجه خطيره. قال لها مالك سمو كاين؟ قالت له ودي راه انا كنت جالس انا واختي هنايا وراه سمعنا واحد الفوق يهضر واحد سميتو واش بن دريس ولا بحال هكا شي حارس ديال كان يحرس بحال هكا سميتو بن دريس. قال له ودي سمعنا يهضر قال له ودي راه خصنا نزيدو برج مراقبه فوق هذه فوق هذا السيلون هذا وفوق داك السيلون اللي كانوا حافرين هما تحته. قال له خصنا نزيدو في برج مراقبه هنايا. قال له سمو قال له فوقاش قال لهم يديروا؟ قالوا يديروا نهار الاثنين وداك النهار كانت السبت ولا كانت الجمعه ما نيش ثابت المهم كان يعني مش معايا ما كانت السبت. قالوا نهار الاثنين ان شاء الله خصنا نزيدو هنايا نجيبو نزيدو هنا برج ديال المراقبه باش نراقبو مزيان وكذا. يعني ضاعت لهم الخطه يعني خصهم يا اما يهربوا في هاد اليومين لا جاو يتسناو الشتاء صافي خياتنا غادي يجيو يديروا برج مراقبه تما صافي ضاع لهم السيرفيس. فقروا يعني ما قروش يهربوا نهار الاحد لان قالوا الا هربنا صباح الاحد كلشي غادي يكون بلع وحنا خصنا نهربوا نمشيو يعني نمشيو للقنصليه ولا نمشيو شي حاجه باش ندفعوا الوجب السياسي كلشي غادي يكون بلع نهار الاحد يعني خصنا نهربوا نهار الاثنين داك الصباح اللي غادي الصبح هما يبنيو فيه ديك الليله اللي غادي اللي الصباح ديالها الصبح هما يبنيو فيه داك البرج. فصافي تفاهموا كان هو كتب واحد الرساله كان كتبها واش شي مداد ولا المهم كانوا كيدبروا على راسهم كانوا كيديروا السيت ويديروا الرماد ويديروا كذا وكيصنعوا بها مداد وكيبقاو يكتبوا كتبوا واحد الرساله يمكن من الزيت والرماد كتبوا رساله لفرونس فانسكا ديال فرنسا اذاعه ديال فرنسا واش فرونس فانسكا ولا شي اذاعه المهم اذاعه ديال فرنسا كتبوا لها رساله وصيفطوها لها بغاو باش منين يخرجوا يصيفطوها في البوسطه بعد هذه اول نقطه خصهم يديروها. ففكروا صافي قالوا صافي ان شاء الله الاثنين مع 9 ديال الليل خصنا نخرجوا. علاش الاثنين مع 9 ديال الليل؟ لان 9 ديال الليل كيكون واحد البروجيكتور واحد الموتور كيخدم بليسانس هو اللي كيعطي الضوء لدوك ديك البلايصه فهم دايرينهم داك السيلونات وداك كدا ودوك الحساسه وكدا هذاك الموتور هو اللي كيعطي الضوء ومع التسعه مع التسعه كيسكتو كيطفيو الضوء ولكن داك الموتور كيبقى خدام واحد ربع ساعه ولا عاد كيسكت. يعني خصهم في ديك الربع ساعه خصهم يتقبوا ويهربوا في ربع ساعه في ديك ربع ساعه باش يكون الصداع ما يتفضحش الغمر ديالهم. فصافي قرروا يهربوا ولكن كانوا حايرين شكون اللي غادي يهرب واش يهربوا كاملين واش يهربوا جوج واش يهرب واحد. قالوا غادي يهربوا جوج باش يوصلوا للقضيه ديالنا للاعلام شكون هما هاد الجوج اللي هو ولدها الكبير رؤوف أوفقير وبنتها الكبيره اللي هي ملكه أوفقير. ولكن في اخر لحظه قرروا بانهم يخرجوا اربعه ماشي جوج قرروا انهم يمشيو هما اربعه يمشي رؤوف أوفقير وعبد اللطيف أوفقير اللي هما خوهم الصغير وتمشي ملكه أوفقير وتمشي وحده من بناتها اخرى يعني اربعه جوج بنات وجوج دراري خرجوا.
ديك هي صافي وصلت 9 ديال الليل وصلوا لديك البلايصه بقاو كيحفروا داك النص ميت اللي كان باقي لهم حيدوا دوك بعدا باش ما تبقى تقول له هكذا حيدوا دوك الشكاير بعدا اللي تما وقالوا لخوتهم ديك اللي كانت باقيه تما جوج خواتاتهم كان باقي قالوا لها ودي حنا كنخرجوا نتوما ردوا هاد الكراتين كما كانوا صافي هذوك فاتوا مشاو حفروا داك النص ميت اللي كان باقي لهم في الساعه دغيا دغيا حفروه ولكن ملي حفروه لقاو راسهم عدون السلك يعني باقي لهم واحد السلك خصهم يا اما يزيدوا يكملوا يحفروا من وراء ولا يخرجوا ويغامروا بنفوسهم وينقزوا داك السلك ربما يقدروا يشوفوهم قسم ينقزوا داك السلك فصافي قرروا لان ما عندهمش الوقت صافي قرروا انهم يخرجوا وينقزوا داك السلك فواحد واحد واحد من هذوك الاخر قلع الصفيط ما ديال التريكو ديالو وداروا على 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 داك السلك باش ما يجرحهمش صافي خرجوا اربعه ثلاثه البنت ما قدرتش تخرج البنت الكبيره ما قدرتش تخرج وكيجلدوا بالسيف باش يجبدوها ديك الحفره وكيتسلخات مع هذا مع داك التراب وداك الحجر وكذا مع جبدوها بالسيف ديك الحفره خويا ملي خرجوا صافي نقتو داك السلك فاتو بيض التريكو واش ما يجرحوش داك السلك فاتو فين فاتو فين فاتو داك السلك بواحد جوج ميت ولا يجيهم واحد يجيهم واحد الكلب كلب يجي يجري حتى لعندهم ويبقى هاب 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 ما ما هو ما هو ما قرب ما ضلهمش ولكن بقى كيلبح حداهم يعني فضحهم واحد خينه يضرب الضو فين ضرب داك خينه الضو من فوق ديك فوق ديك السيلونات ديالها يعني ضرب الضو واحد العساس خصو ضرب الضو واحد الكلب شوف سبحان الله ربي غيسلك واحد الكلب جا عند داك الكلب وبقى كيتشاموا مع بعضياتهم وكذا يتشاموا وزادوا في حالاتهم هما كيسمعوا الهضره كيسمعوا صوتهم يقولوا دوك قالوا واش انت صاحبي قلت لك غير الكلاب بيناتهم هاد ولاد افقي كيسمعوا هادوك الهيك قالوا اصاحبي قلت لك غير الكلاب بيناتهم حتى دوك نعسوا في الربيع ما بانوش هذيك هي زادو كمل داك الكلب باش يلعب هو داك الكلب هما زادو كملوا حتى دخلوا في واحد الحقل ديال الفول وقال لك ريحه كيشموها قال سبحان الخالق اللي ديك الريحه حيت قال لك 20 عام هما في ذاك المعتقل ماشي 20 عام 15 عام 10 سنين في ذاك المعتقل و5 سنين في ديك الدار الخربه يعني ها 15 عام فخرجوا دخلوا لواحد الحقل ديال الفول حربوها فول بعدا حمروا الفريشه بالفول زادوا كملوا بابا كيتمشاو على الله زيد زيد يا مات زيد 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 حتى لقاو الودروم ما عرفوش راسهم فين راهم ولكن قال بحكم ان الطائرات كانوا كيفوتوا في السماء بزاف قالوا راه حنا بين الرباط وكازا لان هذا هو المدن الحساسه بزاف اللي كيكون فوقهم الطائرات بزاف حنا راه حنا بين كازا والرباط مازال ما سولوش شي والخاصيه اللي كانوا دايرينها في روسهم باش ما يتفضحوش اللي هي ما يقولوا حتى شي واحد بان حنا هاربين من الحبس يعني اي واحد سولهم ولا بغى يوصلهم ولا يطلقوا عليه كذبه فبقاو كيكذبوا يعني اي واحد بغى يوصلهم فبقاو يريدوا الطوموبيلات ما يريدهم حتى واحد هما يلقاو واحد السيد تما نبح فيهم الكلب ديالو كان عساس على حق الفيرما نبح فيهم الكلب ديالو وخرج عندهم قالوا ودي اسمو كوكاكو جايين نتوما منين قالوا ودي حنا جايين يعني من الخارج من اوروبا وراه ضعتنا الطوموبيل ديالنا هنا ورحنا دابا جايين ورحنا باغيين شي مدينه قريبه ولا شي فيلاج قريب نجيبو منو الميكانيكي يصلح لنا الطوموبيله ديالنا وهاد الشيء قيساش مع جوج ديال الليل قال مودي راه راكو قراب راه باقي 17 كيلومتر تقريبا على البير الجديد البير الجديد كان حتى كازا ها هما عارفو فين راهو دابا قالوا صافي قالوا حنا دابا بغينا اللي يوصلنا ولا كذا من قالوا الا تصبروا واحد الساعه راه كيجي واحد السيد واحد التعاونيه واحد مول الكاميو ديال التعاونيه ديال الحليب غادي نشوف معاه يوصلكم يزيدكم لتما قالوا صافي بقاو يتسناو الساعة هو يتسناو جاب لهم داك السيد تاعي جاب لهم كذا كلاو تسناو جا داك مول الحليب عطا داك السيد الحليب قالوا ودي الناس بغيت توصل معاك حنا للبير الجديد وكذا تصنطح داش كاع فيك سيرة وزاد الحالات وهذوك جاو يجري يعيطوا له داس محمد الله يرحم والديه شد شد للريح مشى صافي دوك طلع له الدم قالوا ضاعتنا ساعة ديال الوقت كاع حنا وصلنا ديك 17 كيلومتر كنضربوها في الساعة ويبقاو يتمشاو هما يلحق بهم واحد الكاميون قالوا دي بغيناك توصلنا هنا البير جديد هاسمو راه واقع لنا هاسمو راه واقع لنا قالوا موال نوصلكم ولكن نحطكم قالوا ولكن قالوا لنا ندي جوج وبصح الا بغيتو نديكم كاملين نحطكم قبل البير جديد لان كاين الجندارم في الدخله ديال البير جديد ما نقدرش نفوتكم بالبعض ها هما دابا عرفوا بان الجندارم كاينه في الدخله قالوا صافي دينا كاملين وحطنا قبل الجندارم حنا ديك الساعه كملنا على رجلينا قالوا معليش صافي كملنا على رجلينا كنت تقاتكم غير جوج كيلو ما يتعلم دينا صافي داكشي اللي كاين حطهم قبل الجندار نزلوا دخلوا في يعني شي فيرما من تما دخلوا جنان في وسط جنان جنان في وسط جنان حتى دخلوا للمدينه من جهه اخرى ما دخلوش مع الطريق من عندنا كاين الجندار دخلوا للمدينه فقالوا هما راه عندنا مع 9 ديال عد من 9 ديال النهار تما خصنا نردوا الباب لان مع 9 ديال النهار
هادو كيدخلوا لهم الماكله كيدخلوا لهم الفطور يعني كادي عاد الساعه يدخلوا لهم الفطور ما يلقاوهمش صافي غادي تولي مذكرات بحث خصنا نقلبوا عليهم صافي تولي مبحوث عنك. دخلوا للبير جديد فبغاو يشدوا طاكسي اللي تديهم الكازا ولكن ما عندهمش الفلوس سمو كان عندهم عندهم ساعه ديال بوهم ديال الجنرال اوفقير ساعه كان مخلي كان عند كانت عند ترا اوفقير ساعه ذهبيه فيها شويه الالماس وكذا والناس متشاده على الطاكسي شكون يركب شكون كذا يعني اللي خلص بزاف هو اللي يركب. فجأة هاد السيد هذا رؤوف اوفقير جا عوض هذاك مول الطاكسي اللي دينا وكذا قال له عطيك هاد الساعه هذه قال له انا خصني الفلاس قال له غوصلنا لكازا لواحد البلاصه قال له هاد الساعه عندك كيترد لي الساعه انا نشوف واحد السيد تما عطاني 80000 فرنك قال له 80000 فرنك نعطيك 80000 فرنك كنوصل لتما قال له صافي على مول انا زيد شدك مول الطاكسي شدك الساعه الذهبيه ومشى وصلهم داهم الكازا من داهم الكازا قال دينا ندير واحد العشير ديالنا ملي وصلوا للدار ديال داك العشير ديالنا لقاوها محجوره لان 15 عام فاتت عليها صافي ديك الدار خوات لان مشاو هما سكنوا في شي بلاصه اخرى ولا لقاوها خوات داك السيد قالوا واش هذوك يضحكوا عليا ولا كرهوا بقى يسب فيهم وكذا فرات 80000 فرانك كذا منا وبقى يسب فيهم داك مول الطاكسي وزاد فحال ديك الساعه الذهبيه اللي تسوى الملايين وشفت مع 80000 فرانك لان ما كانش عارف بلي ذهبيه حسن ورايح شي ولا بحال هكا فصافي ديك الساعه ومشاو ماشي وكيسب وهما مشاو بقاو كيقلبوا يشدوا طاكسي واش ما يشدوش طاكسي مشاو على رجليهم عند واحد الصديق ديالهم واحد الصديق ديالهم عاود مشى دق عليه داك راه اوف قال ودي اسمه المولى عندي صديق ديال قديم انا ولد الجنرال اوفقير وكذا قال له تسنى تسنى مشى دخل جاب له 20000 فرنك ولا قال 100 درهم ولا ما قلت قال له هاك قال له ما تبليش تبان هنا لان كانوا منبوذين في المجتمع كان كلشي كان كيكرههم لانهم لان الاب ديالهم خائن وبغى يقتل الملك ديال المغرب لان كلشي الناس كرهتهم لانه بغى يقتل لان باهم بغى يقتل الملك كلشي الناس كرهت ولادو قال لهم ما تبانوش هنا صافي ما تعاودش تجي عندي انا ما صاحبك ما كنعرفك الله يعاونك 100 درهم ديك 100 درهم شدوا بها الطاكسي اللي زديهم شد جوج طاكسيات الطاكسي داته هو للبوسطه باش يدفع ديك الرساله اللي كان كاتب لفرنسا والطاكسي جا وشد داتهم هما القنصليه ديال فرنسا باش ما تلفوش طاكسي دات ثلاثه خوتو القنصليه ديال فرنسا واحد هو مشى للبوسطه مشى للبوسطه دفع ديك ديك البريه ها بعدها حاجه طرقتها وسما طرقنا دفع ديك البريه باش تمشي لفرنسا ولكن البريه خصها تمشي 15 يوم ولا باش توصل لفرنسا شد طاكسي اخرى ورجع عندهم القنصليه ديال فرنسا ملي رجع تما لقاهم بلا الاثنين علاش مبلع لقى عندهم شي عيد ديال الكريسماس ولا بحال هكا عيد ديال كانوا مبلعين وكانوا تما جبوليس سولوه قالوا واش انت ولد ديك المراه اللي جات هنا قبل ما يجاوب يقول واه ولا لا فكر قال واش اختي غادي تكون رد قلت لهم هذا ولدي كيجي هنا يقول قال واه قال واه هذيك ماما واه هذيك الوالده ديالي قالوا ودي راه قالت لك منين يجي هنايا ولدي يسول عليا قولوا رحنا لقيناها بالله ورحنا مشينا للقنصليه ديال ميريكان صافي تبعهم للقنصليه ديال ميريكان ملي مشى دخل القنصليه ديال ميريكان دخلوا ما خلاوش يدخلوا بعد هذه اول حاجه بعد ما خلاوش يدخلوا القنصليه ديال ميريكان وبقاو جالسين تما سمو غادي يديروا سمو غادي يديروا قالوا غادي نمشيو عند واحد كنا كنمشيو عنده ديما واحد صاحب بواه واحد المراه فرنسويه ايه مراه فرنسويه صاحبه امهم صاحبه بواهم وكذا قالوا نمشيو عندها هي اللي تفتي علينا ملي مشاو عندها وكذا ما عرفتهمش ولكن ملي عرفتهم وكذا عاد تعاملت معاهم مزيان وكذا بقاو يبكيو وكذا قال لنا حساب لكم حسابنا قتلوكم وكذا منا وكذا منا قال لهم دي الدار حنا اسمو وقعنا هكذا راه كنا في الحبس دابا طلقونا وكذا خصنا التليفون نهضروا وبقاو كيهضروا مع شي واحد في فرنسا شي واحد عنده شي اذاعه هكذا ولكن ما تصنت عليهم لان ما عرفهمش بعد هذه اول حاجه ما عرفهمش هما كانوا معروفين لان الجنرال اوقي كان معروف بزاف لان كان بحال الحسن الثاني كان هو كان الحسن الثاني كان مورا الجنرال محمد اوفقي فقال الولد هذيك جابوا لهم ياكلوا بعدها جابوا لهم كذا ودوشوا كذا وقال الولد قال لهذاك الولد هذيك عيطت له بعدا هي ديك المراه عيطت لولدها جا قالت له دي راه هنايا ولاد اوفقير وكذا روح شوف صحابك ملي جا تعانقوا بقاو يضحكوا وكذا قال له دي شنو نضرب شي دوار انا وياك الطونوبيل دا مع خواتها تولورو كو داهم معاه ومشاو مشاو قالوا حطنا حدا القنصليه ديال السويد حطهم حدا القنصليه ديال السويد دخلوا قالوا تسنى انا نمشي تنقول لك وحتى جا ماشي حتى دخل القنصليه قال لا خصني نقول له لان هذا صاحبي وكذا خصني نقول له سموكين ولا عنده قال له ديها سمو كاين حنا رحنا هربنا حنا ما طلقوش السلاح ديالنا رحنا هربنا وها سمو وقع
ودابا هادشي بقى بيناتنا هضره بيناتنا. قال له صافي داك السيد مسكين بقى يبكي داك صاحبو. مشاو دخلوا للقنصليه السويد بقاو يشيروا واحد من فوش الجار كدا ما داتهاش كاع فيها الا واحد الموظفه السويديه اللي جات خرجت عندهم قالت لهم سمو كاين كدا فرنساوي ولا لونجلي. قالوا ودي حنا ولا الجنرال اوفقي بغينا اللجوء السياسي. قالت له خرج ديجاجي عليا منا ديجاجي لان عرفتو. قالت له هذا غير يكذب لان الجنرال اوفقي راه ولادو ماتوا ديش حال راه قتلوهم راه في الحبس ولا بحال. قال بغيت كثر من قال بغيت اللجوء السياسي. قالت له خرج غادي نعيط للبوليس صافي. لان ملي قالت له نعيط للبوليس لان داك الشيء هو اللي ماش باغي هو ما باغيش غير البوليس. دا خوتو ولا خرج دا خوتو ديال القنصليه ولا خرج. وداك صاحبو كان عاد تسنى برا وصلوا وصلوا لواحد لوطيل وفي داك لوطيل دور معاه عطاه واش قال واش 2000 درهم تقريبا اللي عطاه. قال له هاك هذه باش تكون هنا في لوطيل. ولكن هو فكر قال اذا دخلت بها لوطيل غادي يخصني لا كارت وخصني كدا وغادي تفضح السر ديالي. فانا ندخل غير هارب لوطيل ومن باش في لوطيل انا وخوتي نباتو غير في الجرده ديال لوطيل. كانت تما واحد الجرده في لوطيل فكانوا كيباتوا باتوا فيها الليله الاولى. وديك الساعه راه كان البحث عليهم راه كانوا منين جاوا. انا نرجع بكم بعدا شوف غادي نوقفوا هنايا في الجرده ديال لوطيل. راه هما الجرده ديال لوطيل باش ما ننساش. ونرجعوا لتازم المامرت نرجعوا للمعتقل ديالهم اللي كان حدا البير جديد. ملي جاو دوك العساسه ودوك الكارديانات جاو مع التسعه ديال الصباح جايبين الفطور. شي فطور حتى يكون فطور كيما الكاس فطر تاع دارك. فطور راه واحد القريده ديال الخبز غير واحد شويه بحال اللي خبزه بين سته الناس خبزه قسموا على سته بحال هكا وواحد شويه كذا. المهم دخلوا ما تيقوش راسهم دخلوا عاودي فين راهم هاد الناس هادو. بقاو كيدخلوا هنا يدخلوا هنا والو لقاو غير جوج البنات وامهم بغاو يهبلوا. مشاو كيجريو عند الشاف ديالهم. جا الشاف ديالهم وشبع فيهم السقم فين مشاو كدا منا كدا منا. وهم موين هادو قلت لهم ودي راهم هربوا للجزائر. شوف هادوك هربوا هادوك هربوا للرباط مشاو للبير جديد دخلوا لكازا ومشاو للرباط. وهادوك شوف قلت لهم مشاو للجزائر. نوليو دابا القضيه ديالنا صافي دابا ولا عليهم البحث. مشيت للجزائر الناس بقات مشات للجزائر دابا الحدود ديال الجزائر قلبوا عليهم. دابا نوليو للوطيل. لوطيل تما ديك الجرده ديال لوطيل تما كانوا كيباتوا وكانوا كيمشيو يدخلوا لوطيل ديك الشيء عندك الساحه ديال لوطيل كيكونوا الناس وكيكون داك البار ديال لوطيل وكذا فين كيشطحوا وكذا. وبقى كيتقرب من دوك الناس دوك الفرنساويين وكذا. وتقرب من واحد السيد كيهضر معايا قال له بغيت النمره ديال المدير ديال الجريده ديال فرنسا. قال له ودي غادي نعطيك النمره ديال واحد السيد مقرب منه وهو يفيفتي عليك. ما كملش بواحد نص ساعه ولا وجا عنده عطاه النمره قال له ها هي. عيط لك السيد وهذاك السيد عطاه النمره ديال داك المدير ديال ديك الجريده. عيط له قال له بغيت نهضر معاك في واحد الامر مهم. قال له بغيتك تسيقني. قال له ودي انا ولد الجنرال اوفقر انا وخوتي وحنا كنا في الحبس راه كانوا ماشي حبس راه كانوا معذبيننا وكذا 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 وكذا. ودابا بغيناك تنصفنا وتشوف كيفاش تتخرج قضيتنا للاعلام وتشوف كيفاش تخرجنا. راني خليت جوج خواتاتي وما وهربت انا وجوج خواتاتي وخويا. قال له صافي ولا عليك انا غادي نشوف كيفاش ندير نخرجك. وراني نصيفط لك تما صحافي وغادي نصيفط لك تما محامي غادي نقولوا غادي تهضر معاهم وتقول لهم اسمو اسمو. وهما غادي ولكن قبل هادشي طلب منه بعد باش يتاكد منه بانه عفري ماشي ضحك عليه. بقى كيسولو بواك فين كان بواك فاش تزاد بواك ها فاش كدا اش عندهم خوت كدا باش يتاكد بانه راه فري ولد الجنرال اوفقر. فملي تاكد ديك يصيفط له غادي يصيفط واحد الصحافي ومحامي داك لوطيل اللي راك فيه هاك سميت لوطيل اللي راني فيه. جاو عندو سجلوا الاقوال ديالو قالو ديالنا اسمو اسمو واحد المعتقل وحابسيننا كل واحد بوحدو وكل واحد كدا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. داك الصحافي اللي جاي سجل تما ولد محامي دور معاه ما عطاهمش شي 1000 درهم عاود. قال لهم ان هذه تهلاو فيها براسكم كدا وكلوا وشربوا. وهي انا غدا ان شاء الله في 9 ديال الصباح راني غادي نجي عندكم هنا باش ان شاء الله غادي نخرجكم وغادي نشوف كيفاش ندير الجهد ديالي باش ما توليوش ان شاء الله وغادي نخرج القصه ديالكم القضيه ديالكم للاعلام. قالوا القضيه اللي غادي نديروا قال لهم عندنا حل واحد هو اننا نفضحوهم هو اننا نفضحوا هاد الحكومه المغربيه اللي كتعذب الناس بحال هكا. قال له صافي سير على الله. الغد ليه مع 7 ديال الصباح ولا ما وصلاش كانوا هما تما واحد البوليسي شافهم هكا جالسين برغا بهم. كان بدي ديك الساعات كان البحث في المغرب كامل كان يقلبوا عليهم ولكن داكشي سر ما كنعرف حتى بلا ما نقلبوا على هاد الناس. كيبان واحد البوليسي كيشوف فيهم شويه زاد داك البوليسي دخل مشى كيهضر في التليفون. داك التليفون ماشي التليفون 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 داك الثابت داك كيتهز هكا وكتهضر وكتولي ترد في بلاصتو هذا حدا ما كملش 10 دقائق حتى كيبان لهم
الجيوش ديال الجيش ديال المغرب كامل دخل تما سيطروا على داك الاوتيل كدا صرجاهم داو. ولكن كانت القضيه ديالهم وصلت فديك هي صافي مشاو جابوا خوتهم من داك المعتقل وداوهم لواحد القصر ماشي قصر فيلا داو لواحد الفيلا اقامه الجبريانية الاقامه الجبريانية تقعد فيها بالسيفاني داوهم ديك الفيلا والماكله كيدايره وداك الشيء فريع وكدا يعني بغاو باش يوليو للصحه ديالهم لانه كانوا ولاو غير بحال العظام كان كلشي ضاع فيهم. صافي داوهم ديك الفيلا تهلاو فيهم بالماكله وجابوا لهم كسوه جديده جابوا لهم كدا وموراها باربع سنين تم الاطلاق السراح ديالهم. وملي طلقوا سراحهم منعوهم باش ما يعني ما يدوزوا باك حر ما يدوا باسبور ما يعني ممنوعين من جميع اي حاجه هنا او اي مواطن عادي من حقه يديرها هم ولا فقروا انهم يهربوا يعني ماشي يهربوا هنا دابا صافي راهم حرين في المغرب ولكن عايشين معذبين يعني خصهم يبعدوا هذا المغرب فقالوا نمشيو لباري فشافوا واحد الحراق اللي يديهم لاسبانيا وم اسبانيا كملوا مشاو لفرنسا وملي مشاو لفرنسا قلبوا الديانه ديالهم ما بقاوش مسلمين ولاو نصارى يعني من الدين الاسلامي ولاو مسيحيين. علاش؟ لان بغاو باش ينساو هذا التاريخ ديال المغرب اللي فوتوه وهذا العذاب وهذا الشيء بغاو ينساوه داكشي علاش بغاو يقلبوا الديانه ديالهم مسيحيه. عييت بالهضره هذه ساعه وانا كنهضر. قلبوا الديانه ديالهم مسيحيه وخرجوا الكتب ديالهم. راه افقي خرج كتاب فاطمه امهم فاطمة أفقي خرجت كتاب ملكة أختهم أخت هذاك خرجت كتاب ملكة أفقير وهذا سميتها سكينة أفقير تاهي خرجت كتاب من بعض الكتب وبربعة بهم كيدافعوا على بوان كيقول بوان راه غير مظلوم بوان راه غير دفعوه وكدا منا وبوان راه ما داير والو بوان راجل زين وبوان كدا ونساو بأن بوان راه كثر 5000 واحد بريئة 5000 شاب ماشي حتى 5000 مواطن كبير غير شباب كيقراو مساكين في الليسيات ديال كازا داروا مظاهرة مشى كتلهم طلق الكوبسير وقتلهم. فكانت هذه القصة ديالنا وكنتمنى انكم تكون عجبتكم القصة واستفدتوا معنا. وكاين اللي غادي يكون تفرج غير دقيقة وخرج المهم كاين اللي راه باقي حتى لهاد اللحظة كيتفرج فاللي باقي حتى لهاد اللحظة يعطينا جيم باش يدعمنا وباش نزيد لكم قصص اخرين. وكنتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة ولكن كنتأسف حيت ما عنديش الميكرو كنهضر منفصل الكاميرا ما عنديش خصني الميكرو باش الصوت كيتسمع حليب. يلا سيدي تحياتي ليكم كان معكم اسماعيل الطالب.